وفي مدينة الفحيص التابعة لمحافظة البقاء احتفلت كنيسة قلب مريم الطاهر للاتين الفحيص باختتام الشهر المريمي، وذلك خلال القداس الإلهي والمسبحة الوردية الذي ترأسه الأب همام خزوز عضو المحكمة الكنائسية، وبمشاركة الأب عماد طوال كاهن الرعية ومساعده الأب ميغيل. وفي نهاية القداس قام الكهنة والمؤمنون بالدورة بتمثال السيدة العذراء داخل باحة الكنيسة.